أهلا بك، أصبحنا مجتمع كبير هنا. اليوم أريد أن أشاركك في رسالة من قلبي، من قلبي إلى قلبك. لا أعرف إذا كان اليوم تراني لأول مرة أو رأيتني مليون مرة، لكن اليوم أريد أن أعرفك على نفسي وأقول لك لماذا أنا موجودة على اليوتيوب. قبل كل شيء، أنا اسمي سوسن بلاش. مؤخراً قريت تعليق لشخص ترك تعليق هذا على إحدى الفيديوهات، قال لي: أنت موجودة على اليوتيوب منذ فترة طويلة ومع ذلك لم تصلي إلى مليون مشترك. عندما قرأت تعليق هذا في الأول شعرت بنوع من الاستياء، ثم فيما بعد قلت: الشخص هذا يا أخي، هل أنت جاد أم هل تمزح معي؟ أنا عندما ابتدأت على اليوتيوب لم أكن حتى أطمح لكي أصل إلى 1000 مشترك. عندما بدأت على اليوتيوب بدأت لأني شعرت أن هذا المكان هو مكان آمن، آمن لكي أكون من أنا، لكي أعبر عن نفسي بكل حرية، لكي أعبر عن نفسي دون أن أخاف أن أحدهم يتعرف علي أو يقول لي: من تظني نفسك لكي تنصحيننا كيف نعدل حياتنا وأنت حياتك في حاجة إلى تعديل؟ من تظني نفسك لكي تقولي لنا كيف نصلح حياتنا وأنت حياتك في حاجة إلى الإصلاح؟ لأني عندما بدأت على اليوتيوب كنت في تلك الفترة اللي هي كانت 2017، كنت أمر بأظلم أوقات حياتي، كنت أمر بأصعب فترة من فترات حياتي. في الفترة هذيك وجدت نفسي أنتقل للعيش بمفردي، لأني فقدت حضانة أولادي. حضانة أولادي ذهبت إلى الأب، ولم يكن لي أي فرصة في استرجاع الحضانة بسبب أن هناك فرق شاسع ما بين إمكانياتي كأستاذة في جامعة تونس في ذلك الوقت وإمكانيات الأب اللي هي بعيدة جدا ومختلفة. لذلك وجدت نفسي كذلك أفقد المنزل الذي كنا نعيش فيه، وأضطر للذهاب للبحث على منزل للاستئجار. عندما ذهبت للبحث على منزل للاستئجار وجدت منزل اللي هو كان قرب المعهد اللي كانوا يدرسوا فيه أولادي. المالك اللي هو صاحب المنزل طلب مني أن لا أذكر أني مطلقة، قال لي: يخير لو تقولي أنك متزوجة وزوجك يشتغل في الخارج لكي لا يسبب هذا إزعاج لزوجته. فأنا قلت: بارك الله فيه، الرجل هذا يريد مساعدتي. لم أكن أعلم في ذلك الوقت بنوايا ذلك الرجل وأنه فيما بعد سيحاول أنه يفرض نفسه علي. أقول يفرض نفسه علي لأني لا أقول يحاول أن يعتدي علي، لأني كنت دائما قوية جسديا، وأعتقد أن القوة الجسدية هي مرتبطة بالقوة الروحانية، ليس موضوعنا. المهم، وجدت نفسي إذن أواجه في سلسلة من الأحداث السلبية اللي هي تقع لي. لم أكن أعلم في ذلك الوقت أن هذيك كانت تجليات، تجليات تحدث في حياتي بسبب تفكيري، بسبب تفكيري المستمر بأني ضحية وبأني الحياة تعاقبني، كشرت عن أنيابها لي، وبأن الله لا يحبني، وبأن الآخرين فقط هم محظوظين وتمكنوا من أنهم يكونوا موجودين في علاقات سعيدة ويعيشوا حياة سعيدة، بينما أنا منسية على هذه الأرض. وكنت أقول أن هذا وقع لأني أخطأت، وأنا أدفع ثمن أخطائي السابقة وأدفع أخطاء حماقتي، لأنني أخطأت عندما اخترت الطلاق واخترت أني أربي أولادي بمفردي. هذا كيف كنت أفكر، ولذلك كانت التجليات تقع في حياتي وأجد نفسي في حلقة مفرغة من الأحداث السلبية، ولم يكن عندي أي فكرة أن هذا الكل كان يقع بسبب طريقة تفكيري السلبية. فيما بعد لجأت إلى اليوتيوب. لماذا لجأت إلى اليوتيوب؟ لأنه أصبح عندي الكثير من الوقت. تخيل أنت أم اللي هي مغلب وقتها فيما يذهب في أني تطبخ لأولادها، أني تدرس أولادها، أني تغذي أولادها، أني تعتني بأولادها، والآن تجد نفسها لا تقوم بهذا، لا تقوم بمهامها كأم.
أصبح عندي الكثير من الوقت، ماذا سأفعل في كل هذا الوقت؟ كنت في أوقات أبكي، وفي أوقات أكتب، وفي أوقات أصنع محتوى. ابتدأت أنظر إلى الطلبة وأهتم بمشاكلهم، كيف لي أن أحفزهم؟ وابتدأت في صنع المحتوى لكي أحفز الطلبة، ابتدأت في صنع المحتوى لتحفيز الآخرين بينما أنا من كان في أشد الحاجة للتحفيز، ابتدأت في صنع المحتوى لتشجيع الآخرين بينما أنا من كانت في حاجة إلى التشجيع. هذا كيف بدأت على اليوتيوب، أكتب، أصنع محتوى لتحفيز الطلبة، ثم أصور ذلك المحتوى وأنشره على الفيسبوك، على اليوتيوب، لأنه هذا هو دوري، هذا هو الدور الذي أنا أعطيت لنفسي كأم. لأنه ماذا تفعل الأم؟ الأم تربي، الأم تغذي، الأم لا تنتظر أنه يسمح لها بممارسة دورها، هي فقط تمارس دورها بتلقائية. وعندما ابتدأت في صنع هذا المحتوى ونشره، فجأة الآن بدأت مراكز الكووركينج تطلب مني إقامة دورات التدريب، بدأت الشركات تطلب مني بإقامة التدريب. نعم التجربة كانت قاسية، لكن انظر إلى الوقت الذي أصبح لدي، ولذلك لم يكن لدي الخيار إلا أن أقوم ما قمت به. عندما بدأت في يعني إنشاء التدريب في مراكز الكووركينج، بالتالي بدأت الشركات كذلك تطلب مني إقامة تدريب في الشركات التونسية ثم الشركات الدولية، وبعد ذلك شعرت بالحاجة الملحة لكي أتعلم وأتمكن أكثر. عندها ذهبت إلى أمريكا وتابعت في الأول شهادة مدرب في الحياة، ثم مدرب في الأعمال، ثم مدرب في القيادة، ومارست عملي كمدربة بينما كنت أدرس في الجامعة، يعني الاثنين معا. لكن في ظرف 3 أشهر وجدت نفسي أكسب من التدريب ضعف راتبي السنوي كأستاذة في جامعة تونس. عندها تركت التدريس وسخرت وقتي تماما للتدريب. بعد سنة من قيامي بالتدريب أسست شركتي الخاصة، ولكني فشلت، وهذا موضوع نتحدث عنه في فيديو أخرى. لكن المهم بعد ذلك جاءت الكورونا فيروس. عندما جاءت الفترة هذيك الكورونا فيروس، شعرت برغبة ملحة في أني أتعرف على شريك حياتي. كنت في ذلك الوقت أبلغ 47 عام، كانوا الجميع ينظروا إلي على أنه القطار قد فاتني، كانوا يقولوا لي إن شاء الله فرحة الأولاد، اللي هو يعني فرحتي أنا خلاص يعني أصبحت ورائي وليست أمامي، ويظهر لي هذه هي غلطة المجتمعات العربية. مشكلة المجتمعات العربية هي أني نسيت لماذا تحجب نساءها، نسيت لماذا حجبت نساءها، لأن الطاقة الأنثوية هي طاقة قوية جدا، هي طاقة كفيلة بخلق واقع جديد مختلف تماما عن الواقع اللي نعرفه إلى حد الآن. وأني المرأة إن تحررت في تفكيرها فهي تربي أطفال متحررين، وأطفال متحررين هما يكبروا ليصبحوا كهول متحررين، والكهول المتحررين يصعب التلاعب بهم ولا يمكن السيطرة عليهم. لهذا نسينا لماذا حجبنا المرأة. على كل من تجربتي الشخصية، وجدت أني في كل مرة، في كل مرة شعرت برغبة إلا وتابعت تلك الرغبة، في كل مرة شعرت أني روحي تناديني إلى شيء إلا وتابعت ذلك الشيء، ولكن هذا جعلني أقع في أخطاء، مثل ما جعلني أتعلم الكثير من الدروس المهمة في حياتي، ولم أكن لأتعلمها لولا قمت بتلك الأخطاء. ولهذا أهم شيء في الحياة على الإطلاق هو أنك تؤمن أن طريقك ينكشف إليك. طريقك لا يمكن أن يكون واضح، لا يمكن أن يكون واضح منذ البداية،
لابد أنك تقطع طريقك من خلال إيمانك بأن طريقك هو طريقك الخاص، هو طريقك الفريد، وهو ينكشف إليك عندما أنت تتابع رغبات قلبك. فعندما أنت تشعر أن روحك تناديك للدخول في العلاقة، أدخل في العلاقة، تناديك للخروج من العلاقة، أخرج من العلاقة، تناديك لترك تلك الوظيفة لأنك لم تعد تشعر أنه مكانك، أترك الوظيفة. ما تناديك روحك إليه، يمكن هو بعث ذلك المشروع، يمكن هو الابتداء في مسار جديد. ما تناديك روحك إليه هو رغبة من رغبات قلبك. عندما تتابع تلك الرغبة تفتح باب، وذلك الباب هو يجعلك تفتح مسارك نحو شيء جديد لم تكن لتصبح واعي به إن لم تتبع ذلك الطريق. ولذلك لا بد من اتباع طريقك دون الخوف من ارتكاب الأخطاء، لأن الأخطاء طبيعي ستكون موجودة على الطريق، وبدون الأخطاء لن تتعلم. بدون الأخطاء ستجد نفسك فقط راكد في مكانك، تجد نفسك عالق في مكان لا يمكن أن تتقدم فيه. وأنا أعرف أن هذا صعب علينا استيعابه، لأن المدرسة علمتنا أنه من يقوم بالأخطاء يعاقب، من يرتكب الأخطاء يعاقب. لكن الحياة تعلمنا أنه بدون الأخطاء لا يمكن أن تتعلم، بدون ارتكاب أخطاء لا يمكن أنك تنمو. لذلك لابد من الإيمان بأن طريقك فريد. أنا من خلال تجربتي ومن خلال أني قمت باقتطاع طريقي الخاص على طريقتي الخاصة، تمكنت من صنع واقعي، صنع واقعي الذي أنا أشعر نحوه بالرضا والامتنان، لأني اليوم صنعت كل ما كنت أحلم أني أصنعه في حياتي. تجلى في حياتي شريك الحياة المثالي الذي كنت أحلم به، تجلى في حياتي العمل المثالي الذي طالما كنت أشتاق لأني أسخر كل حياتي ليه، أشتغل مع عملاء اللي أحب العمل معهم. وهذا الكل تجلى بفضل أني آمنت بطريقي الخاص وتبعته بخطواتي الخاصة. هذاك هو طريقي، وهذا كيف صنعت واقعي. واليوم أسخر وقتي لمرافقة الآلاف من الناس على صنع واقعهم. إذا كنت تريد الانضمام إلينا أدعوك إلى الانضمام إلينا، أو إن لم تريد الانضمام إلينا أريدك أن تؤمن أن هذه حياتك، وأن هذا طريقك. وإن لا تستطيع أن تحب حياتك اليوم، أرجوك ابدأ هنا، ابدأ بتقبلها، اتقبلها في الحاضر، لأنه الحاضر باستمرار يصبح الماضي. إن تقبلتها في الحاضر وابتدأت اليوم العمل نحو ما ترغب فيه، ما ترغب فيه روحك، فأنت الآن تصنع في مستقبلك، أنت الآن تمر قود من نحو مستقبل جديد اللي هو من صنعك. هذه هي الكلمة التي أردت أن أشاركك بها اليوم. أقبل حياتك كما هي، آمن بطريقك الخاص، وآمن بقدرتك على صنع واقعك. أهلا بك مجددا معنا، ونلتقي لاحقا.